السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البطل التقنية. في هذه الحلقة سأشرح لكم خدعة رائعة تمكن من خداع أي شخص متطفل يحاول تصفح ملفاتك. تقتضي هذه الخدعة جعل المستخدم من جهازك يعتقد أن الحاسوب قد تجمد. هذه الخدعة بسيطة ولا تحتاج إلى برامج خاصة، فقط بعض الخطوات البسيطة، بحيث نقوم بتصوير شاشة سطح المكتب كما هي بأيقوناتها وشريط المهام. بعد ذلك سنقوم بإخفاء أي شيء على سطح المكتب وجعل هذه الصورة كخلفية لسطح المكتب، وبعد أن يقوم المستخدم بالضغط على الأيقونات أو شريط المهام يتفاجأ بعدم استجابة الحاسوب، ومن ثم يعتقد بأن الجهاز قد تجمد أو به مشكل. إذن نبدأ على بركة الله. الخطوة الأولى، نقوم بتصوير شاشة سطح المكتب من خلال الضغط على زر تصوير الشاشة بلوحة المفاتيح، ثم نتوجه إلى واجهة المترو ونضغط على أداة الرسم بانت الخاصة بالويندوز، ثم نقوم بلصق الصورة من خلال الضغط على زر Ctrl V بلوحة المفاتيح، فتظهر لنا صورة سطح المكتب. بعد ذلك نقوم بحفظها في أحد المجلدات مع اختيار اسم لها نغلق أداة الرسام، وكما تلاحظون هذه الصورة التي قمنا بحفظها. الخطوة الثانية، نقوم بالضغط على الزر الأيمن للفأرة في منطقة فارغة من سطح المكتب، ثم نختار أفيشاج ونزيل علامة صح عن أفيشي ليزيليمو ديبيرو من أجل إخفاء كل الأيقونات الظاهرة في سطح المكتب. الخطوة الثالثة، نتوجه إلى شريط المهام أسفل الشاشة، ثم نضغط عليه بالزر الأيمن للفأرة ونزيل علامة صح عن فيروي لبار ديتاش من أجل فك القفل عن شريط المهام، ومن ثم نضغط على الشريط بالزر الأيسر للفأرة ونجره لأعلى الشاشة. مرة أخرى نضغط على الزر الأيمن للفأرة ونختار خصائص، وفي النافذة التي تظهر لنا نقوم بوضع علامة صح على الاختيار الثاني، ثم نضغط على OK. إذن كما ترون شريط المهام لا يظهر إلا إذا وضعنا عليه سهم الماوس. الخطوة الرابعة الأخيرة، الآن سأذهب إلى الصورة الخاصة بسطح المكتب بالمكان الذي قمت بحفظها به، ثم أجعلها كخلفية لسطح المكتب، وكما ترون تظهر كما لو أنها حقيقية. وبالتالي إذا قام أحدهم باستخدام جهازك والضغط على أحد الأيقونات بسطح المكتب فلن يستجيب له الحاسوب، ومن ثم يعتقد بأن الجهاز قد تجمد. هذه الخطعة شاهدتها بأحد المواقع وأحببت مشاركتها معكم، أتمنى أن تعجبكم. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم، وإلى اللقاء مع تحيات البطل.